Après, on dit que comment on veut. Là, tu sors, moi, tu sors. نطغي البلاكا ديال اللي البيع يلا السلام عليكم اخوتي اخواتي متتبعين قناة اراضي وعقارات عبد. اليوم بغينا نشارك معكم قطار ارضية للبيع. هاد قطار ارضية المساحة ديالها 5 ديال الخدامة ونصف، يعني 5500 متر مربع. الارض ديالنا جات مباشرة على القدرون، عندها ركيز ديال الضوء وعندها الماء ديال لوريب الماء الحلو. الأرض ديالنا نوع التربة ديالها رملية، كتبعد على مدينة الخميسات بحوالي 13 كيلومتر، كتبعد على السبت أي تعبو بحوالي 5 ديال الكيلومتر، كتبعد كذلك على الرباط بحوالي 70 كيلومتر. الطريق ديال الأرض ديالنا عندها جميع اتجاهات، يمكن لك تجي من الرباط غدوز عليها، يمكن تجي من الخميسات غدوز عليها، يمكن تجي من سيدي سليمان غدوز عليها، يعني جميع الطرق كديرها الأرض هادي. قلنا نوع التربة رملي، والثمانية المتتبعين 40 مليون قابلة للنقاش وقابلة للتفاوض. الأرض ديالنا قطع فيها ركيز ديال الضو كيما قلنا، وفيها الماء دلوني، صالحة لجميع الأغراس، صالحة للبطاطا، صالحة للخضار بصفة عامة. صالحة حتى للتجار، و
والماء في هذه المنطقة باش نقول لكم هذه المنطقة جات سميتها كرت العبار. من هذه المنطقة يمكن تمشي لسيدي سليمان، تمشي لأيتيادين دار العامري، وكذلك تمشي السبتة يتعبو الخميسات، وكذلك الرباط، يعني جميع الطرق كتجي من هذه الأرض هذه. والثمن قلنا 40 مليون قابل للنقاش وقابل للتفاوض. أجيو معايا نوريكم شوية الأرض ديالنا على هذا الشكل كما كتبان لكم على الشاشة، فيها الطول وفيها العرض. مواطية كاين ديال الطيور المتتبعين هما ديال هادو كاينين عند الجيران المجاورين يعني في الحدود. والأرض راها محفظة تيتر فونسي، هادو الجيران المجاورين راهم كيعتمدوا على السقا، وكذلك هنا المنطقة بامتياز الناس كيديروا الذرة وكيديروا الفصة وكيديروا البطاطا وكذلك كيديروا الكبار والبطيخ نظرا للمياه الموجودة في هذه المنطقة. هذه الأرض راها مسيجة من جهة اليمين وكذلك من جهة الشمال، كتلقنا مباشرة القدرون. الأرض راها مازال الأرض جات على هذا الشكل هذا كما قلنا، راه فيها الطول وفيها العرض. وانتم يا المتتبعين اللي با هاد الارض هادي ما عليه غير يتصل قناة اراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم اسفل الشاشة. ارض ديال المتتبعين هنا كاين الجيران المجاورين، هنا الناس كاين اللي كيبني فيلا، كاين اللي كيبني منزل، كاين المحل على حسب الامكانيات ديالو. وانتم اللي بهاد الارض ما عليه غير يتصل على قناة اراضي وعقارة عبدو، غيلقى الرقم أسفل الشاشة. قلنا الركيز ديال الضوء هما هادو أمامكم، فيها تقريبا جوج ركيز ديال الضوء، والماء ديال لونيك راه دايز، والأرض راها محافظة وجات مباشرة على الطريق. نتوما اللي بغا هاد 5500 متر ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارة عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. يلا يا المتتبعين، دابا غنصورو لكم البلاد من جهة الوراء. الأرض جات على هاد الشكل كما كيبان لكم، هادي هي جهة الوراء. حنا غنمشيو معاها إن شاء الله من حدة السياج هذا اللي كيبان لكم، راها مسيجة من جهة الشمال وكذلك من الوراء. أرض فيها طول وفيها العرض، والأرض راها مواطية كتدخلها الماكينة وكيدخلها التراكتور. غنمشيو نشوفو البورنية ديال المحافظة، البورنية ديال المحافظة هي هادي أمامكم جات في القنت، والسياج هو هذا من جهة اليسار. الأرض غادا على هذا الشكل، جات ما بين الجيران، الجيران على اليمين وعلى اليسار. الأرض قلنا نوع التربة رها رملية، أرض محفظة تيتر فونسي، فيها الطول وفيها العرض. هنا بعض صناديق النحل جاو في الحدود. الأرض راه مواطية ومقادة وجات مباشرة على القدرون، فيها جوج ديال الركايز ديال الضوء في وسط البلاد. وهادو بعض الجيران المجاورين من جهة اليمين، وهادو السكان كذلك من جهة اليسار. الأرض راها تحصدات كان فيها القمح،
والكيس ديال الذره هم كيبانوا لكم مباشره على الجو.